تصبح الشمس في صبيحتها لا أشعة حولها، تختلف طلوعها، لأن السماء امتلأت بالملائكة. طلوع الشمس يختلف في صبيحة ليلة القدر عن غيرها من الأيام، بل هي ليلة فيها الطمأنينة، فيها الانشراح، فيها التلذذ بالعبادة، فيها المؤمن يحس فيه بإقبال على ربه عز وجل وقبول له. ليلة شريفة عظيمة، هي خير الليالي في العام، ليس في العام ليلة أشرف منها، إنها ليلة القدر، فأكرم بها من ليلة، ليلة البكائين، ليلة القائمين، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.